طبعا سلمى، بما انه نحن بفصل الخريف وكثير من الاسئله ممكن تخطر على بالنا سواء ناحيه اطفالنا او حتى الصحه الجسميه لنا، اليوم شو هي الحساسيه اللي ممكن يتعرض الى الاطفال وكيف الاهالي بيقدروا يواجهوا كل انواع الحساسيه وكيف فيهم يمكن يتوقوا اي مرض ممكن يصير بهذا الفصل؟ رح تجاوبنا عن هي الاسئله كلها الدكتوره لميا البزنة، اختصاصيه بامراض الاطفال. صباح الخير دكتوره. صباح النور، اشتقنا لك. نحن بالاكثر. يسعد صباحك دكتورة. صباح النور، أهلين حبيبتي. خلينا نبلش مع الحساسية فصل الخريف وخصوصا الأطفال، يعني بنعرف الحساسية ممكن يكون عند أعمار مختلفة، بس شو اللي بيفرق شوي عند الأطفال وممكن يتم التعامل معه بشكل مبكر وخصوصا بالتقلب؟ تمام، هلأ بس خلينا بس نعرف شو يعني حساسية. تمام، لأنه خصوصا اللي بتصير بالخريف وبالربيع بيجي واحد بيقول طب أنا ليش، يعني ناس غيري بتستمتع بالربيع وناس بتستمتع بالخريف في هالجو هذا اللي كتير حلو، ليش أنا بعاني من هالقصة؟ الحساسية هي رد فعل مناعي الجسم تجاه مواد طبيعية، خاصة حبوب اللقاح، لقاح الغبار المنبعث من الأشجار. الأشخاص العاديين بيكون ارتكاسهم كتير عادي لهالمؤرجات، بينما الشخص اللي عنده استعداد حساسية الجسم بيعتبر أنه هالأجسام هي أجسام ضارة، فبيبلش بيرتكس لها وبيفرز مادة اسمها الهيستامين، هي اللي بتعمل أعراض الحساسية. الحساسية الموسمية، لما عم نقول موسمية معناته هي عم تظهر بفصول معينة بالربيع وبالخريف، وفي بعض ناس وخاصة في بعض المدن اللي بيبقى فيها ضباب دائما أو دخان ممكن تستمر بالصيف، بس بشكل عام أغلب الناس بيحسوا فيها بتغير الفصول إما بالربيع أو بالخريف. مثل ما أنا شايفين هلأ أنه بلش الجو يبرد بسرعة، حاسة أنه دخلنا دغري بفصل الخريف، فبلشت أعراض الحساسية. السبب مثل ما أنه هي حبوب اللقاح اللي بتنتشر من بين الأزهار أو من أشجار معينة، أشجار الصنوبر وأكثر منه أشجار. بالأطفال بشكل عام حركتهم كتير كبيرة برات المنزل، بلشوا هلأ يطلعوا للمدارس، وخاصة الأطفال بيروحوا على المدارس ساعات الصباح الباكر. معروف أنه حبوب اللقاح من الأزهر أو من الأشجار بتكون بأوجة بساعات الصباح الباكر، معناته الطفل يتعرض لها أكثر. إذا صار في تيارات هوائية مثل التيارات اللي بتصير بالخريف، معناته هذا الهواء حيحمل كتير من الأتربة، معناته الناس اللي عندهم استعداد تحسسي رح يصير عندهم أعراض حساسية أكثر. قدروا أنه تقريباً 10-30% من الأطفال بسن المدرسة حيعانوا من أعراض حساسية موسمية. تمام دكتورة، خلينا نحكي شوي شو هي أبرز أنواع الحساسية اللي ممكن يتعرض إلى الأطفال. هل مناعة الطفل أو تركيبه الوراثي ممكن يساهم بالوقاية من هي الحساسية؟ طبعا الحساسية الموسمية فيها استعداد عائلي، يعني مثل منلاقي مثلا أغلب الأحيان الطفل اللي عنده استعداد للحساسية في أكثر من فرد بالعائلة، إما بيكونوا أمه وأبوه أو بيكونوا إخواته كمان عندهم استعداد للحساسية. الأعراض صراحة بتبلش من فوق لتحت، يعني أول شيء بتبلش بالعيون، بنلاحظ الطفل دائما عنده دماع بالعين، دائما عنده حكة عينية، دائما الطفل اللي عنده أعراض حساسية دائما يا أما عم يحك عينه يا أما عم يعمل هالحركة بأنفه، فبكتير أحيان عنده احتقان شديد بالعين. بنميزه عن التهاب الملتحمة القيحي، بالتهاب الملتحمة القيحي بيكون في احمرار بالعين بس عادة بيكون في مفرزات قيحية، بتجي الأم عم تقول كلمة عم تطلع عمل من عيونه، بينما بحال التهاب العيون التحسسي ما عندنا هالمفرزات القيحية الشديدة. احمرار بالعين طبعا دائما في كتير احيانا في احمرار بالعين، بس بيكون عادة احيانا قشور كتير خفيفة او بيكون احنا بنقول التهاب حواف اشفان، بنلاقي شوية قشور على الاشفان. بنلاقي اللي بيميز الدماع الشديد، مريض الاستعداد، المريض اللي عنده حساسية بتلاقي اول ما طلع على الهواء بلشت عيونه تشر، انفه يشر، تمام، بلش يحك. العرض الثاني هو سيلان من الأنف، كمان عادة بالحساسية بيكون السيلان رائق شفاف، بينما بالمريض اللي عنده مثلا التهاب جيوب أو عنده شيء ثاني بنلاقي السيلان بيكون عادة مخاطي ولزج، بينما المريض اللي عنده استعداد تحسسي بيكون سيلان من الأنف رائق برافقه حكة شديدة بالأنف. صراحة كمان من الأعراض المزعجة جدا وخاصة بالنسبة للأطفال هي حكة البلعوم. الطفل بيكون عنده حكة شديدة بالبلعوم وما بيقدر إنه يعني هو حكه أنفه حكته عينه، فعادة الطفل بيصير بيعمل
أصوات غريبة أثناء البلع، يعني بيحاول دائما بتصير عنده مثل حركات متكررة أنه هو عم يحاول يغلق شوية تنفس يفتح تمه، وعم يعمل أي طريقة لحتى يخفف حكة الحلق. أحيانا التهاب البلعوم التحسسي بيجي بألم بلعومي شديد، نحن بنقول له يعني ألم حارق، بتجي الأم عم تقول بلعومه كتير كتير عم يجعه، ما عنده حرارة، ما عنده نطحة قيحية، ما عنده شيء تاني، فهي كمان من أعراض التهاب البلعوم التحسسي. هلأ الأطفال اللي عندهم حساسية أكتر ممكن نبلش بقى بحساسية الأصابات وبتتحرض عندهم نواب الربو الشديدة. نعم. طيب دكتورة لمي، حضرتك حكيتي على أنواع متعددة من الحساسية الموجودة عند الأطفال، خلينا نقول بهي الفترة حاليا وخصوصا نحن صلنا سنتين عم نحكي هلأ، أنه بيصير في أعراض متشابهة مع الكورونا والأطفال. تمام. يمكن هلأ الكورونا المتحور عم بيصيب الشباب والأطفال. تمام. كمان فكيف عم بيكون في تمييز بين الأعراض؟ تمام. الفرق بيناتهم أنه أول شيء الشخص اللي عنده حساسية موسمية هو شخص متعود على هالأعراض كل سنة بفصل الخريف أو الربيع، بشكل كتير أقل بالصيف ببلش مباشرة بتظهر عنده الأعراض. فالشخص اللي عنده استعداد للحساسية حافظ أعراضه، يعني دائما بيعرف حاله أول ما تغير جو بلش يشر أنفه وتدمع عيونه يحكه حلقه يسعل، يعني أحيانا حتى بصير حساسية جلدية، اندفاعات جلدية، أحيانا نوع من الشرة مع أنه أقل. فإذا الشخص متعود على هالأعراض. الشيء الثاني أنه الكورونا تتميز بالحرارة الشديدة، لسه مع وجود حتى المتحور هذا لسه الحرارة من الأعراض المسيطرة. الكورونا في معها آلام شديدة بالجسم وآلام مفصلية شديدة وتعب عام شديد جدا بالجسم، هذا غير موجود بالحساسية الموسمية. عادة مريض الحساسية مهما كانت أعراضه شديدة هو ما عنده آلام عضلية، بجوز ينزعج لما يطلع لبرا، وحتى بيقولوا أنه الأشخاص اللي عندهم حساسية موسمية ممكن يدخلوا بنوع من الاكتئاب، أو إذا كان الشخص ميال للاكتئاب ممكن يزيد الاكتئاب أكثر بسبب انزعاجه من هالأعراض. فإذا الأعراض مختلفة، ما في عنا آلام عضلية بالحساسية. الشيء المميز أنه الحساسية يميزها الحكة، حكة العين، حكة الأنف، حكة البلعوم، الحكة غير موجودة أبداً بالكورونا. حتى في حالات من الكورونا يظهر فيها طفح جلدي وسجلت، ولكن ليس حاك إلا بنسبة قليلة. فإذا تغير يعني استمرار الأعراض بكل سنة طول مدة الأعراض، عادة الكورونا من 5 إلى 6 أيام، بينما الحساسية مستمرة خلال شهر. وجود الحرارة بالكورونا، الآلام العضلية الشديدة، سيلان الأنف أقل بالكورونا مع أنه ممكن يكون موجود بالاثنين، بس قلنا قد يكون سيلان أنف مفرزات لزجة. الآلام العضلية الشديدة كلها بتساعدنا أنه نفرق بين الكورونا وبين الحساسية الموسمية. صراحة العرض الوحيد اللي ممكن يختلط هلأ بالمتحور هذا هو ألم البلعوم، والأمهات كتير عم بيخافوا منه. عادة بكفي الفحص إذا كان بس ألم بلعوم شديد وما عنا أعراض تانية، عم نطمن الأهل. ويعني إلى الآن لم تسجل حالات إصابات شديدة عند الأطفال. طبعاً في شيء اسمه المتلازمة الجهازية، ولكن بشكل عام لما عم تكون الأعراض بس عبارة عن شوية تعب عام وألام مفصلية، عم نوصي الطفل أنه يجلس بالمنزل. هلأ مع فتوح المدارس دائما الأطفال يتم إبلاغ الصحة المدرسية في حال أي شك عم تتاخذ مسحة ويتم عزل الأطفال، بس لحد هلأ إصابات الأطفال الحمد لله كتير قليلة. نعم. دكتورة حكينا عن أنواع حساسية مختلفة سواء تترافق من البلعوم أو الأنف أو حتى حساسية العيون، نحكي عن حساسية الجلد ممكن نشهدها كمان بهذا الفصل، وكيف ممكن تظهر؟ مثل ما قلنا ممكن تظهر عنا طفح حمامي بنقول عليه، عبارة عن نقط حمراء، وأحيانا بيكون في عنا حتى حكة بالجلد بدون وجود طفح. هي شغلة كتير مميزة، بنلاقي المريض عم يحك، وخاصة إذا كان عنده حتى أحيانا بعض الحيوانات الأليفة بالمنزل مثل القطط أو الكلاب وعنده استعداد تحسسي فممكن تزيد أكثر. الأشخاص اللي عندهم كمان أعراض جلدية أحيانا قد تتطور إلى شري، يعني اندفاعات شروية شديدة وتكون حاكة، وأحيانا كتير ممكن تترافق مع ضيق نفس. نعم. دكتورة قبل ما ننتقل للعلاج، في كتير ناس بتقول أنه إذا أصيب الطفل بالحساسية وتم معالجته بشكل صح فبالتالي رح يعني ما تضل مرافقته طول العمر، مدى صحة هاي المعلومات؟ فعلا إذا تم معالجة الحساسية عند الأطفال ما بيضل هو لسن كبيرة معه حساسية؟ هلأ العلاج لا يمنع أنه ما تظهر عنا الأعراض كل سنة، هو اللي بيفيد أنه نحن لما بنعرف شخص أو طفل عنده أعراض حساسية نبلش
بالعلاج الوقائي. في كثير من المركبات مثل مركبات المونتي لوكاست او هيك اللي بتنعطى وقت تغير الفصول او اول ما بلش تظهر الاعراض عند الطفل، هي كثير الصراحه عم تساعد بتخفيف اعراض الحساسيه الموسميه. في نوع من الشفاء العفوي كل سنه بيتكرر، كثير اطفال مع البلوغ بتخف اعراض الحساسيه الموسميه، وفي منهم مع كل اسف تستمر عندهم كل حياتهم ولكن بنسبه كثير اقل، ما بتكون كل الاعراض. اللي بيساهم كثير انه نحن نبلش بالوقايه قبل ما تظهر الاعراض او عند اول ظهور عرض خفيف بمضادات الهستامين وبمضادات الليكوترين، كثير بتساعد على انه تخفف الاعراض. والشيء الثاني اللي بنحكي دائما بالحساسيه هي انه نتجنب مثيرات التحسس دائما، هلا بنحكي عليها بالوقايه. طيب دكتورة، خلينا نحكي بالتفصيل كيف الأم ممكن تحمي طفلة من الإصابة بالحساسية. بيختلف العمر دكتورة لما بيكون عمر الطفل صغير عن البالغ أو الراشد بطرق الوقاية؟ عادة تحت عمر السنتين ما في أعراض حساسية موسمية، من عمر السنتين وطالع بتبدأ أكثر عند أطفال المدارس. من الشغلات اللي بتفيد مثل ما قلنا انه الام تقيم الشغلات ممكن تعمل حساسيه بالبيت، اذا كانت حاطه موكيت او كانت حاطه سجاد يفضل انه تعمل تنظيف دائما بالمكنسه الكهربائيه، تحاول انه تسكر الشبابيك وخاصه بوقت لما بيكون في رياح شديده لانه قلنا الرياح هي بتحمل حبوب اللقاح. الطفل اذا طلع لبرا يفضل انه تحط له دائما طاقيه، واذا قدرت تحط له نظارات شمس، والاطفال كثير مبسوطين هلا عم يغيروا بنظارات الشمس فممكن يحط الطفل كنوع من خلينا نقول أناقة أو شيء حلو لإله. يفضل أنه ما تنشر ثياب الطفل بالبلكون أو برا لأنه ممكن تلزق عليها حبوب اللقاح أو الأتربة أو الغبار. إذا طبعا صعب أنه نمنع الطفل من أنه يطلع على منتزهات أو أنه يلعب، بس قلنا بيفضل أنه ما يطلع بساعات الصباح الباكر، ما يطلع وقت اللي بيكون في رياح شديدة. كتير حلو أنه يطلع لما بتنزل مطرة خفيفة لأنه المطر كتير بتخفف من نسبة انتشار الغبار والأتربة والمؤرجات. لما بيدخل الطفل على البيت يفضل دائما انه تغير له ثيابه وتغسله لانه حبوب اللقاح والمؤرجات بتعلق على الثياب، فهي من الشغلات اللي كثير بتفيد. مثل ما قلنا تقيم العوامل المحسسه بالمنزل مثل الدخان والارجيله والاتربه المتكرره، هي كثير بتفيد. ايضا دكتوره، يعني حضرتك حكيتي عن مجمل انواع الحساسيه اللي ممكن تصيب الاطفال، ولكن ايضا في حساسيه الصدر والتنفس. في كثير اطفال بكحوا، اول ما بتسمع الام الكحه بتخاف انه يكون معه التهاب بالصدر او شيء، بتعطيه مضادات التهاب ممكن هو يكون معه حساسيه. خلينا نحكي عن الفرق بيناتهم. مثل ما قلنا كمان انه يعني اشد حالات الحساسيه هي الحساسيه الصدريه اللي تسمى ربو. يعني شكرا لطرحك هالسؤال لانه نحن مو كل سعله او كل سيلان انف بدنا يعني مضادات التهاب، وما بيصير ابدا تنعطى بشكل عشوائي اذا لم يثبت عنا انتان صدري. حتى مريض الربو في توصيات انه نحن ما بنعمله كل مره صوره صدر الا اذا شكينا في عنا شيء التهابي. غالب الالتهاب بترافق مع ترفع حروري، مع عسره تنفسيه، مع زياده عدد مرات تنفس، المريض بيبقى عم يلهث، بيبقى ضايق نفسه، واحيانا هالاعراض ممكن تكون بسبب التشنج القصبي. الفيصل الكبير بيناتهم هو وجود الترفع الحروري. عند الاطفال الصغار من الشغلات كمان اللي بتفيد رفض الرضاعه، الطفل ما عاد يقدر يرضع مع الترفع الحروري، هي شغلات بتشير له انه ممكن يكون عندنا ذات رئه. احيانا ممكن يكون في عندنا الم بطني مرافق للسعال مع ترفع حروري، هذا كمان بننتبه انه بده يكون في عندنا ذات رئه. فاذا رجاء خاص من الامهات وخاصه اللي بيعرفوا انه اولادهم عندهم حساسيه، لا تبلشوا بدواء الالتهاب بدون استشاره طبيب لانه لن يفيد. اللي بينتبهوا له يعني اللي بيعملوه الامهات انه بيروحوا بيعطوا دواء الالتهاب قبل ما يعطوا دواء موسع العصبات او البخاخات اللي بتفيد، فالطفل ما بيتحس لانه مو مشكلته التهابيه، هي مشكلته تحسسيه، نفقده مناعته. تمام بيقلل كثير من المناعه وبيساعد على انه الازمه تطول لما بنعطي نحن مضاد حيوي ما في داعي له. فلا يعالج التحسس بالمضادات الحيويه. حتى كثير يعني كثير ناس بتقول انه عندي شويه سيلان من الانف خليني اخذ دواء التهاب. طبعا قد تتطور الحساسيه الموسميه لالتهاب جيوب ويصير في انتان ثانوي، بس هذا كمان يتظاهر بحراره، بصداع شديد، بازعاج عام. فلا تعطى المضادات الحيوية إلا باستشارة الطبيب وهذا الأفضل. كثير حلو دكتورة أنه دائما نركز على أبرز الأخطاء الشائعة اللي ممكن تتصرفها بعد الأمهات، ومثل ما دائما بنقول ممكن تكون نصائح جانبية من الأم، من الأخت، من الجارة. صح. وهون يمكن إحنا منزيد الحالة سوء بدل ما نعالج. خبرينا دكتورة أبرز الأخطاء الشائعة اللي ممكن تصادفك بحالات الحساسية. هلأ من الشغلات يعني الشائعة كمان أنه إحنا بنعرف أنه القطرات الأنفية المضادة
للاحتقان او للحساسيه ممكن انه كثير تفيدنا بحالات انسداد الانف. الاخطاء الشائعه انه الامهات بيستخدموها بشكل كثير شديد ولفترات طويله. هي الاطرات مريحه ولكن يجب ان تستخدم عند الحاجه ولفتره مؤقته، لانه مشكلتها الاطرات بعد اسبوع بتعمل رد فعل ارتدادي، يعني بدل ما تريح الانف بتصير بتسد الانف. فانا بعلم الامهات على طريقه كثير بسيطه موجوده بالمنزل، جيبي كوبين مي دافيه، معلقه ملح صغيره من الملح الصخري اللي ما فيه يود، معلقه صغيره من بيكربونات الصودا او القلي الموجود بالبيت، تذوبهم تحطهم باي بخاخ او باي شيء عنده ممكن يكون له قنيه طويله. بنعلم الطفل انه يوقف على المغسله بوضعيه انحناء للامام 45 درجه، بسكر الانف، بيفقس هون بالانف، هذا كلياته بيعمل شطف للممرات الانفيه وبتنزل من رجع نعيد المكونات. تمام، تقريبا كوبين مي دافيه، معلقه ملح صغيره من الملح الصخري، ونص معلقه صغيره من بيكربونات الصودا اللي هي العوام يعني بنقلها نحن القلي. هي كثير مفيده يعني وموجودة على شكل قطرات أنفية بالسوق، بس ممكن الأم تعملها بإيدها. هي صراحة كتير بتفيد بغسل الطرق التنفسية لأنه بتساعدنا على أنه ننظف طرق تنفسية من هالمؤرجات العالقة، لأنه الطفل بيعتمد كتير على تنفسه الأنفي، وهذا أول طريق. أنا متى ما نظفت الأنف من كل شيء معناته قللت كتير من كمية المؤرجات. هي الأنفية تستخدمها بشكل كتير مفتوح، تخلي الأطرات المضادة للاحتقان والتحسس أو أطرات اللوكترين لوقت الحاجة. يعني إحنا بنعلم الأم أنه لقيتي انسداد كتير شديد بالأنف أطري، لا تأطري مرة تانية إلا إذا لقيتي مزعوج. الأخطاء الشائعة التانية هي أنه ما نأخذ مضادات التهاب إلا بوصفة الطبيب، ما ناخذ الادويه الحاويه على مثبطات سعال مركزيه، هي الطبيب بيعرفها، لانه هي ممكن تاثر على مركز التنفس وتعمل توقف تنفس عند الاطفال. ما ناخذ ادويه خليني اقول الرشح اللي فيها اكثر من مشاركه شديده. لو انه من الشغلات اللي بتفيد هي مضادات الهستامين ومضادات الاحتقان، ممكن تفيد احيانا بس من الشغلات تفيد مضادات الهستامين موجوده، الكلاريتين، الزيتريزين، الاريس، اكثر من مستحضر عنا موجود. مضادات المونتي لوكست كثير عم تعطي هلا اعراض منيحه، واللي بنرجع بناكد عليه انه تجنبي مثيرات الحساسيه. أكيد. يعني انا بتجيني مريضه ربو مثلا وابنها بتعرف انه عنده سعال تحسسي وما تحسن، طب اذا ما تحسن واربع خمسه عم يدخنوا قدامه ولا بيشربوا قليله، فلن يتحسن مريض التحسس اذا لم نتجنب مثيرات الحساسيه. اوكي ابنك بده يلعب، طلعيه لعبيبي لعبيب جنينه يتعرض لتراب بس بشروط معينه، لبسي رجعي يحممي قدر الامكان. حلو انه ما نحرم الطفل من حيويته ومن نشاطه، وبنفس الوقت نحاول نتجنب يعني كل العوامل اللي ممكن انه تزعجه بعد هالمشوار الجميل. اكيد يعني معلومات كثير مفيده دائما بتعطينا اياها دكتوره لميا، بنتمنى اكيد الكل يكون استفاد منها. كل الشكر لك. ان شاء الله، شكرا كثير لكم. شكرا لك دكتوره، اكيد الصحه والسلامه لك كل أطفالنا.